وبآخر فقراتنا الصباحية لليوم ليلى رح نحكي عن موضوع بمس كل حدا فينا، بمس أرواحنا، قلوبنا، مشاعرنا. اليوم كلياتنا عم نمرق بظروف، ممكن تكون ظروف فرح، ظروف حزن، ممكن الشغلات السلبية بحياتنا إن كان من مواقف الأحباط، مواقف الخذلان، الفقد، وكثير قصص بحياتنا تأثر علينا وتولد عنا مشاعر سلبية. هاي المشاعر ما رح تمرق هيك، يعني أكيد رح يكون لها تأثير على حياتنا الاجتماعية الصحية والعملية والاجتماعية. ليلى تماما يا رشا، لكن بمجرد تعاملنا مع هي المشاعر بطريقة غلط أو هروبنا، استخدامنا استراتيجية الهروب، استخدامنا عادات خاطئة لحتى نهرب من هي المشاعر أو يمكن من هذا الواقع اللي نحن فيه، يمكن نفوت بمراحل أصعب، يمكن نفوت بمراحل اللي هي تعتبر مراحل اكتئاب. اليوم رح نحكي عن المشاعر السلبية، كيف ممكن تأثر علينا على حياتنا، كيف ممكن نحن نتعامل معها أو كيف ممكن نتخلص منها. مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو غالية البغدادي، خبيرة في مجال الطاقة. يسعد صباحك يا غالية. يسعد لي صباحك حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. يعني اليوم حطيتي إيدك على الوجع مثل ما بيقولوا. اليوم هي القصة عامة عند جميع الناس، وهذا هو طبيعي مثل ما قلنا، جزء طبيعي، ولكن هو ما انه فطري. يعني الانسان ما بيخلق كئيب وعنده مشاعر أكيد. سلبيه اكيد. يعني خلينا نعرف منك كيف نحن قادرين نحدد اذا نحن عن جد عم نعاني من مشاعر سلبيه، من افكار مرافقتنا على طول. تماما. هلا المشاعر السلبيه نحن منين بنكتسبها؟ هلا هي شيء احيانا معتقدات عنا، احيانا مواقف، احيانا اشخاص، احيانا كلمه بتحفر بالقلب فبتضل معك وتضل مرافقتك. امتى نحن بتزيد عنا الحاله؟ بتزيد عنا الحالة وقت نحن منضل منحكي فيها ومنضل منفكر فيها ومنحطها براسنا وما بنعرف نطلعها ومنضل عم نفكر فيها. نحن أي معتقد مجرد ما كررناه 48 ساعة وضليت عم نفكر فيه هو ترسخ بعقلنا الباطن. فعقلك الباطن شو بيصير بيعمل؟ هو بينشط لك الفكرة لأنه بيفكر أنه أنت هاي الفكرة حبيتيها، فهو بيصير بيشتغل لك عليها لأنه أنت أي شيء بتفكري فيه بتجذبيه. فهو بعقلك الباطن شو بيفكر؟ أنه هاي الفكرة عم تكرريها معناتها أنت بتحبيها. فبيصير تكوني انت قاعده ما في شيء ابدا، ما بتلاقي غير فورا اكتئبتي وجتك هيك افكار تقولي شو صار معي. بيكون عقلك عم يرجع يجدد لك الافكار. ليه؟ لانك انت عودتي عقلك الباطن كثرة التكرار انه هي الفكره انا بدي اياها، فهو بضل بيذكرك فيها كل شوي. فهي مشكله الناس ما بتعرف انه نحن عقلنا الباطن المفروض نحن يلي نمشي، مو هو اللي يمشينا. بس نحن كثرة التراكمات عنا للاسف صار لا بيمشينا بمشاعر سلبيه، بافكار صحيح. سلبيه، وما عم نعرف نتخلص منها. طب خلينا نحكي اليوم، اكيد هي المشاعر وهذه طريقه التعامل يمكن اللي عم نحكي فيها يمكن تاثر على صحتنا الجسديه والنفسيه، خلينا نحكي عن تاثيراتها. تماما. هلا انا اذا بدي اتخلص من الافكار السلبيه اللي عندي او المشاعر السلبيه، انا بقول لهم اذا كانت علاقه مثلا انا طالعه من علاقه مثلا حب فاشله وانا كثير عم عاني او متضايقه، عيشي الحاله، عيشي حزنك، لا تفرجي انك انت لا حدا القوي اللي ما بيحزن اللي لا لا، خدي زاويه وفضي هي المشاعر كلها، لانه انت اذا ما فضيتي هي المشاعر كلها حتضلي تضلي كل ما قعدتي لحالك او كل ما شفتي منظر او كل ما سمعتي غنيه او كل يمكن ما شميتي عطر حترجعي تعيدي نفس الحاله. انت بس تعطي للحاله حقها، احزني عندك 48 ساعه احزني فيهم، اخلصي اعملي اللي بدك اياه وخلص وصفحه وطويله. بس 48 ساعه تماما. ليه؟ لانك انت عودتي عقلك الباطن اني انا طلعت كل شيء عندي. وكيف انا بطلعه؟ ما بطلعه بطريقه اني انا بدي احكي، لان احنا كيف بنطلع للاسف؟ نفضح الدنيا. تماما. انا بطلع الطاقه السلبيه، بجمع رفقاتي وبنطلع على كافيه وكلياتنا بنقعد وبنحكي ويلا وكل هذا بتحكي كلمه، شو بيصير؟ كلمة على الفكرة بتكبر بتنتشر، صارت كارما كونية مستحيل تخلصي منها. انت لما بتتخلصي من المشاعر السلبية لحالك بدك تبكي ابكي، ريحي حالك، بس اهم شيء باخر مرحلة من كل شيء انت عم تعملي تكتبي، تكتبي كل شيء زعجك، لانه انت مجرد ما كتبتي اعطيتي امر للعقل الباطن انه انا هاي الفكره طلعتها من راسي، لانه هو بيفهم انه عم يشوف انت شو عم تكتبي. مثلا اسم او موقف او اي شيء، مجرد ما تكتبي هو تمرين على فكره، على ثالث يوم مجرد ما تكتبي بتحسي حالك انت ارتحتي. وكتبي حتى وانا بقول لهم شقوا الورقه او احرقيها لحتى تعطي امر للعقل الباطن انه انا هاي الفكره ما عاد بدي اياها. بتبلش الفكره عندك تتلاشى، يعني شوي شوي، مثلا كنت تتذكري مثلا كل يوم 4-5 مرات تصير 3 مرات مرتين، لدرجه انك انت ما عاد تتذكري ابدا هاي الفكره. بس اهم شيء انك انت عطي مشاعرك حقها، لانه انت بتكوني كثير عندك مخزون. بس كيف بدي اعطيها حقها؟ بدي اعطيها حقها بطريقه تكون لحالي، يعني لا اني دق حتى واجه واعمل مشاكل وعيط، لان حتكون طاقتك مستنزفه. لا، انت بتحتفظي بحق الرد وبتردي انت تماما وبتشوفي انت، لان اكيد شوفي سبحان الله، يعني اي شيء انت حتشوفيه قدامك بعدين، يعني اي موقف انت مرقتي فيه
حتكوني في مظلومه حتشوفي حقك بعدين، يعني ما في شيء بيروحك، هي الكون صدى انا بقول لهم، ومثل ما بترسلي بيرجع لك، فلا تفكري انه يروح لك حق، انت كوني تاركه ومبسوطه ومرتاحه، بس عيشي الحاله، خلصي فرغي كل شيء سلبي، بعدين اكتبي على ورقه واطلعي من الحاله، هون انت بتحسي حالك بلشتي ترتاحي اكثر، واهم شيء ما نكون نحن من الناس اللي بننشر او بنحكي انه انا صار معي هيك وبدي اعمل هيك، وكل حدا بقى يقول لي قصه ويقول لي من خبراته بقى، بتسع الدائره اليوم وبتزيد المشاعر السلبيه. ذكرتي نقطه اليوم انه حق الرد، يمكن دائما الفعل ورده الفعل هي عم تكون كارثيه على كثير من الاشخاص، يعني انه نحن بنمرق بموقف بنعصب بصير في رده فعل، القصه بتكبر، القصه بتسبب كارثيه فيما بعد يعني، فحلوه هي الفكره انه الواحد هيك يهدي ويقدر يعرف شو بده. وايضا ذكرتي انه اليوم من الاستراتيجيات خلينا نقول او من التدريبات اللي نحن مفروض نتعود عليها نكتب نشق او نحرق الى اخره، نحن اليوم هدول الافكار متعبين بحياتنا، وفي ناس بتقلك انا ماني عم بقدر اطلع الفكره من راسي مو بايدي. تمام. فاليوم خلينا هيك من طريق عن طريقك اليوم دكتورة نعطيهم شوية تدريبات شوية توصيات كيف انهم يدربوا انفسهم والعقل الباطني لحتى يتخلصوا من هي السلبية. تماما، هلا بالبدايات كل شيء صعب، يعني بالبدايات كل شيء صعب، هي عادة، أنت متعودة مثلا متعودة على وجود هذا الشخص أو متعودة أنت وجودك بهذا المكان الشغل، فأنت بالفعل حتتضايق أول شيء، ونحن بالنهاية مشاعر وأحاسيس، فأنت حتفقدي شيء أو حتتضايقي، بس هو شو نحن على طول منعبي وقتنا، يعني أنا إمتى بحس بهذا الفراغ أو إمتى بحس بهي المشاعر؟ لما أنا بقعد فاضي وبقعد ويلا وبقعد وبحط أغاني حزين وفنجان القهوة وبقعد وببكي وبندب حظي، لا أنا على طول بعبي وقتي بشيء ما بحس إني ما أنا فكر بشيء ثاني. يعني اول شغله انا بقول لهم يا عبي وقتك، لا تخلي عندك وقت فراغ ابدا لحتى تتخلصي من هي المشاعر السلبيه، انت بس تلهي حالك بشيء يفيدك، يعني مو انا عبي وقتي بشيء كمان ماله مفيد، عبي وقتي بشيء مفيد، يعني يمكن انا حتى اقرا، يمكن انا اعمل اي شيء انه يفيدني، هي اول نقطه انا بقول لهم اياها. النقطه الثانيه برجع بذكر فيها انه هي الكتابه، انه انت حسيتي حالك كثير متضايقه اكتبي. والشغله الثالثه هي قناعه، يعني انا على طول بقول لهم انه هاد راسنا قلنا، يعني انا ليش مأجره في عالم، يعني ليش انا حاطه هون فلان وهون فلان وهون صار معي، لا انا حلي اني فرغه هو الي، ليش انا بفكر فيه بشيء ايجابي بشيء يدعمني، اما مو شيء اني انا على طول يخليني مصدر ازعاج لي، لانه اي فكره سلبيه انت ركزتيها بدماغك هي حتضل تعملي لها تكرار اذا ما نحن عرفنا نتخلص منها بطريقه صحيحه، يلي هي الكتابه او هو تمرين ثاني انك انت تغمضي عيونك هيك وتاخذي نفس، يعني بتعرفوا التنفس الطاقي شهيق من الانف، بنحبس النفس شوي بنطلع زفير قوي، هلا هذا كثير منيح وكثير بيريح وقت بيكون في مشاعر سلبيه، وبعدين تتخيلي حالك انت بمكان كثير حلو تمام، وكل شيء اشخاص سلبيين مواقف سلبيه مرقوا بحياتك عم يطلعوا منك وعم يبعدوا لدرجه انت اخر شيء ما عاد تشوفيهم. يعني هذا الشعور انت لما تكوني قاعده هذه تتخيلي هذا التخيل بتحسي حالك انت كثير ارتحتي وكانك كثير فضيتي تهربي لشيء بتحبيه تماما، ولكن يعني في بعض الحالات بيكون خلينا نقول هي المشاعر او هي الافكار اللي براسنا بسبب قصه نحن ما قادرين نهرب منها، يعني بجوز اشخاص بالبيت اشخاص بالعمل انت مضطره تكوني معهم تمام، فهون مشكلة أكبر، يعني كل ما شفتك رح أتذكر. لا شوفي رح أقول لك شغلة، لأن إحنا في عنا شيء اسمه أنا بقول لهم فن التجاهل، إني أنا وقت الجد قادرة تكون أنت موجود وأنا ما أشوفك، قادرة أنك أنت تكون عم تحكي وأنا ماني سمعانتك، هذا الكنترول أنت بتعملي لحالك، هذا يعني مو أي شخص بيقدر يعمله، فن التجاهل كثير صعب، أصعب يمكن يعني من فراغ الطاقة السلبية اللي جواتك. تماما، بس هو بالتدريب، يعني أنت قادرة تسيطري على حالك، هلا يمكن أنا برجع بقول لك أول مرة بتلاقيها صعبة بس ثاني مرة حتلاقي أسهل، وكذلك كل ما كررتي تعود. حتلاقي تماما، هي فكرة التعود. والفكرة الثانية اللي أنا بحكي فيها هي فكرة التخلي. يعني أنا ممكن يكون رفيقة كتير مأثرة علي سلبيا، بعرفها مثلا في إلى قصص سلبية عم تأثر علي، لا ما فيني أتركها، رفيقة الطفولة، ليش عنا فكرة التخلي كتير صعبة، أنا أي شيء بيزعجني أنا قادرة أتخلى عنه بكل سهولة، على فكرة بس يوصل الواحد لهي المرحلة كتير بيرتاح تماما، إذا الشجرة وقت الخريف بتتخلى عن أوراقها، فأنا ليش ما بقدر أتخلى إذا كان هذا الشخص هو تماما، إذا كان هو هذا الشخص مصدر سلبية لإلي، هلا الوفا حلو بس مو بكل الأوقات إذا بده يأثر علي سلبيا لا أكيد. تمام، اليوم مثل ما عم نحكي عم نذكر انه في اشخاص ممكن يعطونا طاقه سلبيه، في اشخاص يمكن نحن ما فينا، يعني هدول ممكن يكونوا
حدا كثير مقرب لنا اكيد ما فينا نتخلى عنهم، او يجوز نحن هدول الاشخاص نحن عايشين معهم، لكن في منهم انا بدي اعمل هالشغله، انا بدي اشتري هالشغله، انا بدي روح على هذا الشغل، اعمل اي شيء بحياتي. دائما بهيك الكلام السلبي انه لا رح يصير معك هيك، رح يصير معك هذا الشيء، دائما بيعطوكي هيك شغلات فيها طاقه سلبيه لحتى يخوفوكي او يحبطوكي. يمكن هنن بطريقه غير مباشره او مو قاصدين هذا الشيء، بس انه هنن هيك طبعا. كيف اليوم نحن فينا نتعامل مع هدول الاشخاص؟ تمام. هلا محيطنا احيانا بيكون عن جد محيط سلبي بافكارنا. هلا اكثر شيء بنلاقيه نحن عند الامهات، يمكن مثلا من خوفهم على الاولاد او من خوفهم، او نحن تعودنا بتربيتنا انه على طول لا تعملي، اوعك اوعك تصير هيك، او اوعك تعملي، فطلعت عنا هي نشاه الخوف انك انت بتخافي من اي شيء بدك تعملي. ونحن للاسف بمجتمعنا بتحسي حالك على طول اي شيء بدك تعملي تجيك الفكره السلبيه، يعني لدرجه انه ست البيت اذا بدها تعزل بتقول لك بده يجعني ظهري، بتقوم بتاخذ حبه وجع الظهر قبل ما يجع ظهر. ممكن يعني تعودنا نحن على تدربنا نفسنا اليوم على شيء سلبي قبل. هلا ايه للاسف، يعني انا بتطلع بلاقي انه افكارنا كلها بتفكري بالسلبي قبل الايجابي. طيب ليش؟ ما انت كل شيء بتفكري فيه بتجذبيه، وبتقولي اخر شيء ما زبطت القصه. طب انت شو كنتي عم بتفكري من البدايه؟ كنتي عم بتفكري سلبي، اكيد ما حتنتهي القصه ايجابيه معي. بس انت لما لا بترمي كل هالحواجز بتقولي لا انا هلا شيء جديد حيكون افضل، حيكون احسن، وحيكون في شيء ايجابي. شوفي كيف الامور بتمشي معك احسن. مشكله اليوم دكتوره الظروف، يعني اليوم بكون عندنا طاقه حلوه، عندنا افكار حلوه، حابين نبلش بدايه جديده، نبلش مع ناس صح بحياتنا، ولكن تطلع بتلاقي حالك انت ضمن دائره ظروفك ما عم تساعدك، وهذا الشيء ايضا سلبي عم بيعزز عندك هاي الافكار السلبيه. اليوم يعني خلينا هيك، نحن ما قادرين، ما في عصا موسى اليوم أكيد. لنقدر نحل كل شيء بحياتنا، ولكن شويتك توجيهات، يعني وقت اللي بكون ظروفنا ما بتساعد، كيف احنا قادرين نساعد انفسنا؟ يعني تمام، اعطي لحالك وقت، عطي لحالك وقت وحبي حالك. يعني شو ما كانت ظروفنا انا قادره اخذ زاويه لحالي بشيء انا بحبه، ان شاء الله فنجان قهوه، اقعد هيك فضي راسي واقعد. هي الزاويه اللي انت بتاخديها لحالك هي بترجع بتعيد شحنك من اول وجديد، وبترجع بتخليكي حتى تفكري اكثر. انت بس اعملي على طول، يعني اعملي الشيء اللي انت بتحبيه ولو شيء بسيط. شو الشيء اللي بتحبي؟ شو الشيء اللي بيعمل لك متعه؟ اعملي لو شيء هيك كان كثير مو ضروري بمبالغ ماديه كبيره او شيء، لا بس حبي حالك وعطي لحالك هي الوقت. انه انا عندي مثلا الساعه 5 للخمسة ونص، ما حقول ساعه، هذا الوقت الي، بدي اعمل شيء الي، انا بدي مثلا انزل، او بدي اقعد هيك لحالي، او بدي اعمل ارجيسي او اغنيه كذا. بالنسبه للانشطه البدنيه والرياضيه قديش هي بتساعد على التخفيف من الطاقه السلبيه او المشاعر السلبيه؟ هلا كثير، وخصوصي المشي. واذا مشيتي انت يا على رمل او على جنينه، يعني في تراب تمام، لانه التراب كثير بيسحب من الطاقه السلبيه اللي عندنا، فوقت بتحسي حالك انك عن جد كثير مشحونه فورا انزلي. اذا في اي جنينه اشلحي من رجلك بس امشي حافيه، يعني هي شغله كثير مهمه، فورا بترتاحي على فكره، بتحسي هيك في شيء سحب فورا. اكيد اليوم لسه مثل ما بنقول بدها تدريب، يعني مثل ما نحن دخلنا بالمود السيء قادرين نطلع للايجابي، ولكن بحاجه لتدريب. وكثير اليوم مهم الفصل بحياتنا، نقدر نحن نفصل ما بين مشاعرنا، مشاكلنا، وحياتنا العمليه والاجتماعيه، ودائما بالتخلي تجلي يعني. فان شاء الله هيك يا رب ايامكم كلها خير وبعيد عن السلبيه. شكرا دكتوره لحضورك اليوم. حبيبه قلبي تسلمي. اكيد بدنا نشكرك، واكيد بالمختصر والختام بدنا نقول نحن نتخلى عن كل شيء جواتنا سلبي، نطالع كل شيء جواتنا نتجاهل. مو بالضروره الشخص يكون عايش بطاقه ايجابيه يكون محيط بكثير ناس حواليه، يمكن بجوز يكون منعزل او وحيد، يمكن يكون عنده الطاقه الايجابيه الكامله يعيشها لحاله. اكيد بدنا نتشكرك على هالمعلومات اللي قدمتينا اياها، ونهارك مليء بالطاقه الايجابيه. شكرا لك.